لمبادرة هي الأولى من نوعها في مدينة درنة. قامت منظمة الحياة لحماية الكائنات البرية والبحرية بمناسبة اليوم العالمي للحياة البرية بإطلاق مجموعة من السلاحف النادرة بهدف توطينها في الطبيعة لتتكاثر وتزداد أعدادها بعد أن بات يهددها شبح الانقراض نتيجة تهريبها وبيعها في الخارج بأعداد كبيرة خلال السنوات الماضية. كيف ندير عملية إطلاق ولو تكون بسيطة عدد من السلاحف اللي هي يهربوا فيهم ونشوفوا فيهم في وسائل الإعلام بشكل كبير؟ حاولنا أن ننمو فيهم روح الإطلاق كيف يطلقوا السلاحف البرية ونشرحوا لهم عليهم اللي هي سلحفاة سريلانكا والسلحفاة المصرية المهددة بالانقراض وكيف يتعاملوا معها وكيف يفرقوا اللون هذا عن هذا وشي تفاصيل فيه. هذه اسمها المصرية لما تقبى صفرة زي هيك. واحتفاء بالحدث قامت المؤسسة بتنظيم رحلة برية إلى ضواحي مدينة درنة للتعرف على البيئة، حيث الطبيعة الخلابة والبيئة المناسبة لحياة السلاحف والتي تمكنها من العيش والتكاثر بصورة طبيعية. وقد اصطحبت المنظمة في هذه الرحلة فرقة سنابل الحياة للمشاركة في هذه المبادرة بهدف غرس أهمية المحافظة على الحيوانات وبث روح الاهتمام بالبيئة بين الأطفال. مشينا مع منظمة الحياة وطلقنا فكرين، واحدة يونانية واحدة مصرية. فكرنا اليونانية فيش كانت في العالم إلا في فلسطين ومصر وليبيا، تو انقرضت بين فلسطين ومصر، تو قاعدة حاليا في ليبيا. تمام، تو فكرنا المصرية تو تختلف عن فكرنا اليونانية. فكرنا اليونانية تكبر بك، لكن فكرنا المصرية تكبر تقعد كبرة زي الكف اليد. وتأتي هذه المبادرة انطلاقا من دور المنظمة في حث المجتمع على المحافظة على البيئة والاهتمام بمختلف أنواع الكائنات الحية والتي تتعرض لانتهاكات مختلفة في ظل ما تشهده البلاد من غياب قانون يحميها.